أيا سامتكم في الجزء الثاني من ليكزارسيس الأولاني في شوا دو مو دو فينونسمون دونك فيت في باش نذكركم أنو الماكينة نتاعنا اللي باش نشريوها اللي باش تعيش اللي باش نستعملوها خمس سنوات قيمتها ستمية ألف دينار وقلنا عنا تخوا موداليتي دو فينونسمون الموداليتي الأولانية صون بور با فون بروبر والموداليتي الثانية قلنا ميكست ميتين ألف دينار أوتو فينونسمون و ألف دينار حسبناها احنا euh, emprunt remboursable en intégralité ou حسبنا les intérêts annuels les qu'on a بما انه ما تشقعد ترجع للبنك وعملنا في الاخر بارتي من الفيديو الاولاني لو تابلو دامورتيسمون دو كريدي باي لي قلنا يتحسب كاينو قرض بالضبط وخدمناه بار امورتيسمون كونستون دونك حسبنا لامورتيسمون وعملنا التابلو نتاعنا دونك اليوم ولا في الفيديو هذايا باش نركزو على لي تابلو دو ديتيرميناسيون De la somme des flux nets de trésorerie, donc je vais vous les coûts nets de financement des trois modalités. Je vais vous donner les modalités de l'année. Les modalités de l'année sont à 100% par des fonds propres. Je vais vous donner un exemple. Quelle que soit la modalité de financement, le coût de l'investissement est très important. Dans le tableau de la table, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est un exemple. La valeur résiduelle est très importante. وعندك ليكونومي دامبو سيغ لامورتيسمون دو بيان باش يكون هو بيان دونك ريت باش نكتبوهم توا لهنا هذوما دونك هذوما باش تمشيو تنقلوهم في لي تخوا تابلو ما غير ما نعملو حتى شيء باه تلاحظوا حاجة أخرى أنه في البيمون دي زانتيغي غومبورسمون دو برانسيبال حطيت دي يعني علاش؟ على خاطر بما أني ما خديتش قرض وقلنا كيما ناخوش قرض لا عندي مونتون دو لومبران لاني باش نرجع لي زانتيغي لاني باش نرجع لو برانسيبال اللي هو لامورتيسمون اللي, اللي هو اصل الدين ولا عندي ايكونومي دانبو سيغ لي زانتيغي هاكا اه. ولا؟ شوفوا الفالو ريزيديوال مش قلنا هو الفلوس اللي باش تدخلهم بعد ما تستعمل الماكينه نتاعك وقتاش كملت الماكينه باه في العام الخامس العام الاول هذا زيرو 1 2 3 4 5 هاكا عندك زيرو كان جات عندنا 30 مليون نكتب 30 مليون كان عندنا فالور كونطابل نت برانا حسبناها وراه حطيناها ثم عام في دوفوار باك يا الاولاد هالسفر هذا عليه نوت وحده الجدول هذا الكل عليه نوت وكي تنقص اليمون ينقص لك 0.25 اما هذه عليها نوت وحده خاطر برشا تلام دا ينساوها بالخص كي تبدا زيرو اي قداش لو كو دو لانفيسيسمون قداش الاي زيرو e نتاعنا الاي زيرو e نتاعنا يا جماعه هي 600 الف دينار دونك الاي زيرو نتاعنا 600 11 dinars. Pourquoi est que je l'instant 0 là, au début de la première année Donc 0, je n'ai pas 700 000 dinars. La valeur résiduelle qu'on a est nulle. l'économie d'impôt sur l'amortissement du bien, on a égale à quoi l'économie d'impôt On le taux d'impôt, on a 25%, fois l'amortissement. Ou l'amortissement qui fait que je n'ai pas l'air, l'amortissement du bien, C'est est 0 sur 1. C'est est 000 dinars à la 5. هكا ولا دونك هاكا باش نوريكم لهنا كيفاش تتعمل عندنا ويني 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 هاكا التوتال ديكاسمون في الزيرو دونك ستمية ألف هاذوك كلهم أصفار عملنا لي توتو نجي لهنا لا فالور ريزيدوال نحكي لكم عليه توا باش نشوفو لامورتيسمون الاكونومي دامبو سور لامورتيسمون قلنا هو نسبه مئويه كيما كتبتها لكم لامورتيسمون 25% لو تو اللي نخدمو به كان جا 15 نخدمو بال 15 فوا لا دوتاسيون زامورتيسمون دوتاسيون زامورتيسمون هي اي زيرو سور ان 600000 على 5 اللي كتبتها لكم لهنا 600000 على 5 تجيني 120000 دينار صفر 25 في 120 تجيني 30000 وبما انه لامورتيسمون هذايا الي كونستون الي فيكس للعوام الكل دونك 30000 نمشي نقلها في البلايص <تص> الكل سي مالا يعيشكم ريتوهم ال ألف والثلاثينات هذوما والسفر هذايا برا برا ونقلوهم في لي تابلو ثلاثه اللي عندكم توا باش نحسبوا لو فلو تقول هي اونكيسمون وموان دي التوتال دي اونكيسمون في العام ولا سفر صفر صفر الا 600 دونك شكون الا 600 من بعد عنا 30 الا صفر والكلها ثلاثينات 30 الا صفر 30 30 بربي يردوا بالكم ساعه التلميذ كي يكتب 30 30 يحطهم كلهم ثلاثينات راهو اذا عندنا الفالو ريزيديوال ماهوش صفر راهو هذا باش يكون مبدل راك ديما حاول اقرا هذم الكل قداش يجي لهنا 30 مع صفر 30 راهو برشا تلميذ يكتب 30 30 30 وياخذ الفورمه ويكمل 30 توا بما انه الفلوس هذوما باش يكونوا مختلفين في الزمن يلزمنا نعملهم لاكتواليزاسيون ولاكتواليزاسيون لهنا بما انه قلنا عدد مش كيف كيف دونك نخدموا بالتابل دو كان جاو كلهم 30 30 نخدموا بالتابل 4 وقت نلقاو عندنا لا سوم ولاكتواليزاسيون هذا شفناه دونك لهنا بما انه عندنا لهنا الا 600 ولا هنا 30 باش نستعمل لا تابلو فينونسيير نيميرو 2 اها هي التابل 2 دو. دونك في الزيرو علاش حطينا واحد على خاطر ال 600000 باش ندفعها اليوم هكا ولا دونك مادام باش تدفع 600 اليوم دونك تسوى 600 لكن حتى بالمات يا مش التابل 2 هو 1 بلس اي على بويسونس موان زين الان نتاعنا ايجال كوا مش ايجال زيرو خليني نرجع بربي لهنا مش ايجال زيرو دونك عباره الان صفر دونك هذه كاينه 1 بلس اي على بويسونس زيرو موان زيرو ولا زيرو سي لا شوز وفي المات قالوا اي عدد البويسونس نتاعو زيرو باش يكون 1 وهذاك علاش كتبنا 1 لهنا توا باش نمشي للتابل دو ونمشي ننقل في الان ايكال ان عندنا صفر فاصل ثمانية مية وثنين وتسعين فوالا في اثنين مزروب الوحدة بخلي كمل هو على روحه دونك نرجع ولا دونك في العام الثاني عندنا صفر سبعمية سبعة وتسعين في الثالث سبعمية وحداش صفر سبع دونك نقلت اللي موجود في التابل دو هذا الكل وحطيته ساعات راه في دوفوار ما يعطيناش لي تابل اما يكتب لنا هذوما في لي كويفيسيون مكتوبين تو حاشي بالفلو نيت دو تريزوري كيما كان يعمل من قبل اش باش نعمل باش نضرب لو فلو دو تريزوري فوا لو كويفيسيون الا 600000 في الواحد الا 600 30000 اللي بعد عام تسوى 26 787.710 دونك ضربتهم هذوك في بعضهم باش نلقى لا آه، لو فلو نيت دو تريزوري اكтуаليزي كيما تراو الا 600 في واحد 30 في, في كذا وحنا ماشي بربي يردوا بالكم في لارونديسمون اذا ما قال حتى شيء راه لارونديسمون مطالبين تعملوها ثلاثة عدد بعد الفاصل ساعات يقول لك اعمل لي لارونديسمون لونيتي سوبيريور ولا انفيريور كان قال الونيتي سوبيريور مهما كان الفاصل زيد واحد مثلا هذا يتولي 786 هذه 916 هذه 354 هذه 0 و 66 وهذه 0 و 23 وكان قال الونيتي انفيريور الفواصل الكل تتفسخ اش معناها هذه تولي 785 915 353 0 65 0 22 وكان قال الونيتي لا بلو بروش اش معناها لا بلو بروش باش ناخذ الدينار نتاعك تقسمه 500 500 كان الفاصل في ال 500 الاولى معناها من صفر حتى 499 احسب روحك ما ريتهاش وكان من 500 وانت طالع 500 600 700 وقتها تولي تعمل 6 في بلاصه 5 6 في بلاصه 5 4 في بلاصه 3 6 في بلاصه 5 و3 في بلاصه 2 دونك هذوما حكينا فيهم قبل دونك ردوا بالكم باه تو لو كون دو فينونسمون هو شنو مش هو لا سوم دي فلونيت اكتواليزي دونك باش نمشي نجمع لا سوم دي فلونيت اكتواليزي باش نمشي نجمع هادوم الكل دونك الا 600000 مع 26 مع 23 مع 21 انا نصيحتي لكم ابداو من هنا علاش خاطر ديما عادة العدد الأخراني باش يكون بوزيتيف 17 مع 19 مع 21 مع 23 مع 26 إلا 600 خاطر نلقى صعوبة كيش نكتب إلا 600 مع دونك كي نجمعهم الكل انديبوندامون من التكنيك باش نلقى إلا 491 ألف معناها الماكينة اللي تسوى 600 مليون باش تتكلف على الدو... على الشركة 491 مليون، معناها ثم قريب 110 ملايين مرتاح منهم، علاش مرتاح منهم؟ على خاطر عندنا ايكونومي دامبو، عندنا فالو ريزيديوال، احنا لهنا زيرو، اما ينجم يكون عندنا لا فالو ريزيديوال. دونك شفت هنا لا سوم دي فلو نيت كيفاش كتبتها الا، مالا لو كو اش باش يكون؟ باش ننحي السيني ونقول لو كو ني دو فينانسمون دو لا بروميير موداليتي 491856.720. هذه الكلفه تاع الموداليتي الاولى. نتعداو للموداليتي الثانية توا الموداليتي الثانية ديما نعاود نقول الاي زيرو باش نمشي نكتبها قلنا 600 مليون لهنا قلنا صفر لنا وهكا هذوك قلنا ما فماش قلق فيهم اي توا اشنو آه. باش نزيد باش نزيد البيمون دي زانتيغي و دو برانسيبال على خاطر اللي خديت كريدي باي قلنا كي باش ناخو آه لا هذا قرض سامحوني قرض كي باش قرض لهنا مش باش ندفع الانتيريس نتاع العام الاول والثاني والثالث اللي حسبناه في الدوزيام كيسيون دونك 40 مليون هذوكم هما مكتوبين تحت بعضهم انا باش نكتبهم جنب بعضهم هذا العام الاول الثاني الثالث دونك شو اللي شوالي 40 40 40 40 اي 40 رمبورسمون دو برانسيبال مش قلنا لهنا مانيش ندفع كان على فان دو لا بيريود او كما دفعت حتى شيء العوام الاولى ولا 400 الكل خذيتها رجعتها بلوتو عملت التوتال 640 40 40 40, 40, 40. ولهنا 440 الفالور ريزيدوال قلنا صفر ما فماش قلق ولهنا لو مونطون دو لومبران خذيت قرض القرض قداش 400 مليون هاكم ال 400 مليون اللي دفعتهم في الاخر بالكل هذاك التوتال جوست يوريك دونك ما عنديش قلق فيه حكيت فيه ديجا دونك هذيك ال 400 مليون اه هي ال 400 مليون اللي خذيتها اليوم ورجعتها في العام الاخراني خاطر خلص اون بلوك لا فالور ريزيدوال اللي نول متفقدين دونك هذه كلام اختصمون الحقيقه ما عادش نحسبها انا خاطر حسبتها ديجا وقيتها 30 مليون كانت تذكروا دونك 30 مليون باش نمشي نقلهم الكل كيف ما هما انا هنا خدمت على اساس انه كل وحده في معناها كل تابلو وحده معناها ما عنده حتى علاقه باللي قبل توا ليكونومي دامبو سور لي زانتيري لوليت مش قلنا ليكونومي دامبو هو نسبه مئويه من الانتيريس الانتيريس 40 مليون دونك نضربوا فوا 0.25 دونك عندنا 40 0.25 العام الثاني 40 كجاء 30 راني عملت 30 0.25 دونك 40 0.25 40 فوازي بما ان الانتيري نتاعي لي فيكس دونك لي ايكونومي دابو سولي زانتي ريفيكس معنيش قلق توتال دي زونكيسمون عندي 400 الف لهنا 30 مع 10 40 30 مع 10 40 40 40 اي 40, 40. باش تحسبلو فليون دو تريزوري ديما انكيسمون موين ديكيسمون بربي ردو بالكم لو لطاني الا الفوقاني ثم تلام ذا يعمل ديكيسمون الا اونكسمو ياخذ صفر دونك 400 الا 600 دونك الا 100 ميتي. دفعت 200 مليون خاطر البنك عطاتني 400 40 الا أربعين زيرو. أربعين زيرو. زيرو. الا 40 0 40 إلا 40 0 0 في الاخر بالكل 40 الا 440 دونك عندنا الا 400 باش نعملو لهم لاكطواليزاسيون بتاعهم دونك شنو نضرب فو تابل 2 دونك 200 مليون صفر 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 ما قلق هذه 400 مليون باش ندفعها في العام الاخراني الخامس كاين اللي دفعت 226 و 940 اليوم توا لا سوم دي فلو نيت دو تريزوري اكتواليزي باش نعمل الا 226 الا 200 مع مع الا الا تغلب دونك باش نلقاها الا 426 970 و وسبعين هذا مية هذا دي فلو قلنا كي نجي نحسب الكو نحي السيني موان وتولي أربع مية وستة وعشرين تسعة تاوش تعديل تروزية موداليتي حاولوا انتو اخدموها وحاولوا شوفوا صلحوا دونك ديما 600 مليون ما تتبدلش السفر ما يتبدلش والإيكونومي دان بوسور خليني نعملكم وين هي؟ هاي آه حشم ولا دونك ديما شي ولا هيا اوب بي. ديما هادو ما يتبدلوش صفر وهادو دونك نفسه مهما كانت الموداليتي شنو اللي باش يتبدل باش يتبدل لو برينسيبال اي لي زانتيغي مشيت للتابلو نتاعي لي زانتيغي مكتوبين تحت بعضهم 66, 66 52 اوكي مشيت كتبتهم لهنا شفتوهم

كيفاش لقيتهم عملت توتال دي زونكيسمون الا توتال دي ديكيسمون بالطبيعه من بعد نعمل لهم لاكتواليزاسيون تاعهم باش نضربو في التابلو في اه في التو داكتواليزاسيون دا في التابل 2 باش نلقى العدد اللي قاعدين تراو فيهم قدامكم وتسعة 139 مليون باش بعد عام كاين يدفع 124 يوم ال 99 مليون اللي باش ندفعها في العام الخامس عباره دفعت 56 مليون باش نعمل التوتال نتاعي التوتال نتاعي باش يعطيني إلا 439535.792 مال الكوي قال لك كيما العادة باش نحيو السيني مو تولي لو كو دو فينونسمون دو كريدي باي 439000 توا بقى باش نختاروا أنا هو لا موداليتي لا بلوز افونتاجوز حطيت لكم قدامكم الكو نتاع لي 3 موداليتي الموداليتي الأولى باش تكلفنا 491 مليون وشوية صرف الثاني باش تكلفنا 426 مليون والثالثه باش تكلفنا 439 احنا باش نختاروا الاقل تكلفه انا يظهر لي انه هذه هي اقل تكلفه 429 وكان باش نختار الثاني باش نختار لك خيدي باي والثالثه لي فون بروبر بربي يا الاولاد برشا اغلاط نغلطوهم ونقولوا ما باش تخلص باغ دي فون بروبر دونك فما شانتيريز دونك اقل تكلفه لا هكذا كي باش ندفع لانتيريز في الموداليتي الثانيه والثالثه باش نلقى الكو اقل Elle est due à quoi Elle est due à l'économie d'impôts. Donc, on va faire des économies d'impôts. Donc, on va faire Je une modalité la plus avantageuse. L'entreprise devra choisir la deuxième modalité de financement, elle est la moins coûteuse. Tu as دونك هاكا نكونوا كملنا لابليكاسيون هذيا ان شاء الله نتقابل في دوت ابريكاسيون منا الوقت نقولكم ردوا بالكم على رواحكم ريفزوم مليح بون شونس